What do you do? Water. What is the weather like today? Better. Little. City. عايز تتكلم كويس زيك زي المتحدثين باللغة الأصليين. لو فعلا عايز كده تابع الفيديو ده للآخر علشان هيفيدك جدا جدا. أقول لكم على الأسرار اللي هتخليكم فعلا تتكلموا زيكم زي الأمريكان بالظبط. بس حطوا لايك للفيديو، اعملوا سبسكرايب للشانل لو انتوا أول مرة تشوفوني، انزلوا فعلوا الجرس تحت علشان يوصلكم إشعار بكل جديد. لو ما عملتوش اللايك هعرف آخر الفيديو. يلا تابعوا الفيديو. كنت دايما لما اتفرج على امريكان فيلم او اشوف اي واحد اجنبي بيتكلم بحس ان هو بيتكلم بسرعه. كان عندي المشكله دي، الاجانب بيتكلموا بسرعه، انا مش عارفه اتكلم بسرعه زي الاجانب. فكنت اسمع مثلا واحد امريكاني يقول what do you do اللي هي what do you do. فانا سمعتها في فيلم قبل كده وعايزه اقلده قوي، انا محتاجه ان انا اقلده لان انا اتنصحت كتير من ناس كتير بيعرفوا يتكلموا انجليزي كويس ان انا اتفرج على افلام اجنبيه واقلد الممثلين الامريكان دول. فلقيت نفسي بقول ايه، هو قال what do you do تمام كده بس قالها بسرعه، فانا همرن لساني ان انا اقولها بسرعه. فيلا نشوف النتيجه. What do you do لا شكلي بيضحك يا جماعه، مش شكلي بتكلم امريكان اكسنت خالص. فايه الفرق بيني وبينه وهو بيتكلم بسرعه وانا بقلده؟ هقول لك الفرق. الفرق ان انت حللت تحليل خاطئ، بمعنى الاجانب بيتكلموا فعلا بسرعه بس مش بينطقوا الجمله كلها. يعني what do you do هما بيختصروها، بيلزقوا الكلام بتاعهم في مقاطع مختصره ويقولوها بسرعه. زي مثلا اسهلها عليك، لو واحد مثلا اجنبي متعود ان في اسم اسمه عبد الرحمن، يجي عندنا في مصر يلاقينا بيقول يا عبد الرحمن يا عبد الرحمن يا عبد الرحمن، فاللي هو احنا فعلا عملنا اختصار من عبد الرحمن لعبد الرحمن تمام كده. هما بيعملوا حاجه شبه كده بس مش بالظبط، هما بيبقوا اوفر شويه. فبدل ما تقول what do you do هما بيقولوا what do. عملوا ايه هنا؟ what do و what do you do عملوا ان هما لزقوا المقاطع او البرونسيشن بتاع السؤال بتاع الجمله اللي اتقالت، لزقوها في بعض او عملوا كونكشن ما بين الكلام وبعضه، مش نطقوا كل الكلام بحذافيره زي ما هو مكتوب لك اللي هو what do you do خالص. هما عملوا برونسيشن ولزقوه ببعضه، فبدل what do you do بقت what do you do. ومش بس كده، ده في حاجات تانية كتير قوي هقول لك دلوقتي. تعالوا نشوف ايه كمان الاجانب بينطقوا بنفس الصورة بتاعت what do you do دي. عمرك سمعت واحد اجنبي يقول I'm gonna هي دي، ايوه going to، انت صح going to. I'm going to مثلا لو انا عايز اقول I'm going to do my homework ممكن اختصرها او اكل الكلام اكل واقولها I'm gonna do my homework. I'm gonna do my homework. ف going to اللي انت ممكن تسمعها بتسمعها gonna هي اختصار ل I'm going to تمام كده. وايه كمان النيتيف سبيكرز بيقولوا؟ كلمة زي مثلا water هي اصلها اصلا water، بس بالذات في الامريكان اكسن لما بيجي ينطقوا حاجة فيها تي بتبقى قريبة شوية من دي. زي ما بتسمعهم بيقولك بدل water بيقولك water. كلمة مثلا better بيقولها better، مثلا little بيقولها little، مثلا كلمة city بيقولها city. علشان تتعلم تتكلم زي النيرف سبيكر لازم تقلده في الحتة دي، بدل ما تقول التي قولها دي شوية beautiful beautiful. بالنسبة لهم بتبقى اسهل، هما بيحبوا يختصروا زي ما احنا بنحب نختصر في عبد اللطيف وعبد الرحمن وعبد الوهاب، هما بيحبوا يختصروا برضه في water و better و beautiful etc etc. جرب تسمع الجملة دي. What is the weather like today؟ What is the weather like today؟ إني قلت the weather مش the weather. The أو the أو ألف ولام دي اللغة الإنجليزية بتتنطق في الامريكان اكسن احيانا بدل ذا بينطقوها دا. هي بصوا هو التي والدي بالنسبه لهم محور اساس الامريكان اكسن،
فاحيانا بدل ما ينطقوها ذا بينطقوها دا، زي الجملة دي بدل what is the weather like today بيقولوها what is the weather like today. فعلشان تتكلم زي النيرف سبيكر بالضبط، احيانا الذا بتتنطق دا في بعض الجمل، ولو سمعتها هي مش دا هي ذا. زي مثلا something دي something بينطقوها احيانا something اللي هي فيها بي خفيفة كده something، دي برضو American accent صرف. فلو سمعت حد بيقول something هو مش بينطق غلط، هو بينطق with the American accent. ايه رأيكم في الاسرار اللي انا شاركتها معاكم النهاردة؟ لو عجبتكم ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو، اعملوا سبسكرايب للشانل وفعلوا الجرس. انت طلبت منك ان انت تعمل لايك من اول الفيديو وما عملتش، ممكن تعمل دلوقتي بقى عشان الفيديو يوصل لاكبر عدد من الناس، تمام كده؟ لو عجبك الفيديو ده وعجبتكم اسرار اللغة الانجليزية اكتبوا لي في الكومنتس ان انتوا عايزين فيديوهات من هذا القبيل تخليكم تحسنوا النطق بتاعكم في الانجليزي، او اعلمكم تتكلموا ازاي زي النيرف سبيكر. وكمان ادخلوا لفوا لفه في القناه كده، انا اصلا ايطاليان انستراكتور بس الانجليزي من احد تخصصاتي علشان كنت بدرسه كساكند لانجويج في الجامعه. وهتلاقوا كمان ان القناه دي قناتي الثانيه، اشتركوا فيها بقدم فيها محتوى مختلف تماما بس هيعجبكم جدا جدا. القناه دي قناه المهندس محمد الشامي، بيقدم فيها كورسز مجانيه اونلاين فري كورسز ليها علاقه بالفرشه والمونتاج وحاجات تانية كتير زي الانيميشن انا شخصيا بتعلم منها. فاشتركوا في قناه محمد واشتركوا في قناتي وبس كده. تشاو يلا بروسيما تشاو.